هم حبوا خلك سينا حمد جبالي نعملوا رئيس حركة للنهضة جديد، نحضروا واحد انتخابات سبتمبر 24 وحزب النهضة يرجع أعضاء جدد ورئيس حركة جديد. قال السيد هذايا النهضاوي هو يدعي هذا اللي قالوا من خلفية النهضة، قال له راه مستعد أنا نوصلك السيد رئيس الدولة أما تعطي لي كوميسيون بتاعي. كان أنا بعثت رسالة إلكترونية لسيد رئيس الدولة، قال لنا عش وصلاته ما وصلتوش وهبط عن طريق الشروق، قلت له ما دقايق بعد نطلع معك ترجون من ديك الورقة هذه. البارح جانا جيب الشاب اللي لنا فك كالعادة المسيرة نتاعو شادين في صراحة الموقفي. كان كل زيارة باختصار يجيها سمير ديلو، سمير ديلو فلوس ما دخلتلوش باش تعطي نجيب، نجيب امتنع عن قيادة هذه المسيرة. الوقفات الأخيرة اللي صارت البارح، لونيسي نائب حركة النهضة، المدير العام تاع لي بي سي البنكة عثمان جنيح، وإيقافات أخرى صارت وثم إيقافات أخرى في الجماعة هذه. شوف، هو لكل طاغ هالك السبب بتاع الإيقافات وسبب الصراح من محمد جبالي وإقامة جبرية الهاروني وعدم السفر، ومحمد جبالي هذا الاثنين مش هرجع يبحث في حال صراح في العوينة وكذا كذا كذا، حياة عمر مش عدرها، هابط طالع هابط طالع، سوسة العوينة العوينة سوسة، سوسة القرجاني القرجاني سوسة، يطل نهارين ثلاثة على المرناقية ويرجع وهلما جر حتى يهز ربي متاعه. سبب الاختلاف هو الإراثة لحركة النهضة، الأحكام الست سنوات اللي هبطت على رجل الغنوشي الاخرانين هذوما، هما حبوا خلك سينا حمد جبالي نعملوا رئيس حركة للنهضة جديد، نحضروا واحد انتخابات سبتمبر 24 وحزب النهضة يرجع أعضاء جدد ورئيس حركة جديد. بعثوا محامي والناطق الرسمي السراج الغنوش للسجن، هو سمير ديلو الناطق الرسمي بتاعه، سمير ديلو محامي هكاك كالطبال نهار العيد، محامي بالفارغ خاطر يهزوا في القفة ويطلع عليه شوية دخان وكذا كذا. وقت قبل الأستاذ الضي رجل غنوشي قال لا سبيل لتنحيتي أو إزاحتي من حركة النهضة وأنا رئيسها. الصراع متاع حركة النهضة وين بشوس؟ هاني مش نجيك، لا سبيل إليه. سيلو نسي وحمد جبالي عملوا جلسة في حمام سوسة باستدعاء سي عثمان جنيح، اللي عثمان جنيح استنكر بعد قال لا راني حضرت ما في بليش على حركة النهضة. وقت اللي عملوا الاجتماع في حمام سوسة في منزل حماد جبالي، الأخت عكاشة مشكورة هبطت تسريبات الموجودة الكل في آخر الليل، هبطت منطقة سوسة لدار حماد جبالي، جابوهم هنا بالجهاز الجوال متاعه والانترنت وكل كل للعوينة. وقت جو يبحثوا يشوفوا في الواحد قال الكل هو في بلمت أمر على الدولة، قال الكل موضوع يخص حركة النهضة، اجتماع عن حركة النهضة. مع ذلك التسريب اللي عمله عثمان جنيح قال لست لي أنا علم بهذه الجلسة وقع استدعي على يعني على حسن نية. سينا قالوا لا راك أنت نايب على حركة النهضة على جهة سوسة وانت قال استنكرت وهذا ما عمري ما قلت وعمري كذا عمري كذا. سرقة المنزل اللي صارت في سوسة ب 300 مليون وما لقاوش السارق، والسارق هز الفلوس اللي يقولوا إعلامي معروف، لكن الفلوس تفقدت ما فماش عندها علاقة بحركة النهضة. والإعلامي وينه الساعة كي معروف وعيتوه الإعلامي بعده مشى الإعلامي، واللي القناة اللي يخدم فيها نزدوا قالوا لا ولا هذه كل معروف فيها، لكن الاحتياطين ما زلنا ما عطوش السر هذايا حتى نشوف خاطر تو صحيت ما نبوش نقولوا قصوا يد السرق قبل ما يسرق، هذه احتياطين هي راهي عملية من أفراد النهضة، عملية مدبرة باش يكونوا نعرفوا بالضبط. وعلاش السرقة اللي صارت كان في سوسة، وعلاش صارت أثناء قمة حماد جبالي حركة النهضة غادي، هذه كلها خيوطها وخزعبلاتها مدبرة، وراها الأمن التونسي والبحث التونسي ما تخبى عليه حتى شيء، كل شيء تو يتكشف يتو يتكشف ويجي. اثنين نعطيك معلومة،
ولو أني نعطيك معلومة، ثم مواطن نعطيك حتى سمحني هاي موجودة، نعطيك مواطن يقيم بالخارج هبط مقالة في الجريدة أنا مشيت مشكورة جت الشروق اللي هي عندها أسابيع التالي في جون جوريس، حفروا عليها الجريدة ومدوها لي. البارح السيد هذايا اتكلم في إذاعة قال أنا مستعد، خطبت سي قيس سعيد مستشار سي قيس سعيد باش نتبرع لتونس ب 420 ألف مليون أورو على 30 سنة، على 30 سنة. الورقة ما زالت عندي، جبتها بالله سامحني من دا من دار الشروق. فهمتني؟ هذا هبطها في الجريدة، لكن كي وصلوا صرف الإذاعة قال راني من غير فوائد وعلى 30 سنة، وعلى 30 سنة ومن غير فائد. قال راهو ثم شكون مسؤول نهضاوي لا زال يشتغل إلى هذه الساعة، هذا في إذاعة مسموعة. قال لي تعطيني متاعي نوصلك للرئيس في قناة موجودة، وأنا مشيت رجعت الشروق الورقة وعطوها لي، قال لي هذه الحكاية صحيحة وتنجم أتوصلها. فهمتني؟ 420 ألف مليون أورو على 30 سنة وبدون فائض. فهم هذه؟ هذه ميزانية نتاع دولة أربع مرات هاي خمس مرات وبدون فائض. قال لهم نعطيها من غير عندي حتى فائض. بالضبط هو بعثها في جوان جهنا تونس، وثم شكون قابله في القصر قال له أنا مستعد باش نقابلك سي قيس سعيد ونعطيه الوحدات. آمنت له باي الراجل كيما ثا قاش حتى حل، جاء في إذاعة خاصة وجبدوا مذيع مشكور ياسر ونحييه، ونعطيك اللي مشاركة معاه نو سي نجيب تزيل هاو من الأخر. قال أي سي نجيب تزيل وبرهان بسيس، نعطيك أنا الصحيح ومتحمس نقول لك. قال السيد هذايا النهضاوي هو يدعي هذا اللي قال له من خلفيات النهضة، قال له راه مستعد أنا نوصلك السيد رئيس الدولة أما تعطي لي كوموسيون بتاعي. كان أنا بعثت رسالة إلكترونية لسيد رئيس الدولة قال عش وصلاته وما وصلتوش وهبطها عن طريق الشروق حتى هما دقايق بعد نطلع معك ترجمة من ديك الورقة هذه. دخل الإذاعة هو في ألمانيا تو يخلي هو إطار كفء عنده مش شركة عنده شركات في ألمانيا، قال عندي الفلوس ولا زلت على عهدي باش نمول الدولة ب 420 مليون ألف أورو على 30 سنة وبدون فائض. قال أنا اللي غادي ينكن الدولة ما وصلوها لوش، أما قال لي السيد هذا اللي استغل في البلاد قال لي أنا نجم نعطيه حتى 100 مليون قولوا برا على روحك وما نعطيش الدولة. لا لا خلي لي تأديبه في ضميره. قال اللي غادي من السيد هذا إلا زال يشتغل في 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 موقع ممتاز وهو من أتباع النهضة. قال له نجيب تزيري مشكور ونحييه في إفهام. قال له التو راهو يا سيدي التو العباد هذين قاسوا فيهم التو. عدنا بالموظفين وعدنا يطبق وعدنا أمنين وعدنا قال له أنا التو نفرعوا فيه التو. وعدنا شكون في الصحة وعدنا شكون. قال له يا سيدي راك انت مشكور اللي حتى ما تدفعش وقلت وجيت وزدت نشكرك، لكن السيد هذا يروا عدنا منهم الاف الاف في تونس راه موجودين. نرجع خويا نقول لك المعلومة الثانية، البارح جانا نجيب الشاب اللي لنا فك كالعادة المسيرة نتاعو شادين في صراحة الموقفي. كانت كل زيارة باختصار يجيها سمير ديلو، سمير ديلو الفلوس ما تدخلتلوش باش تعطي نجيب، نجيب امتنع عن قيادة هذه المسيرة، وراه ما عملهاش يوريك الوطنية نتاع نجيب الشاب، قال لهم تعطوني فلوس نتكلم ما تعطونيش باش نروح، هاي الوطنية اللي يحب يخلص البلاد ويحب هو جابوا خلاص تخلص البلاد، هاو روح روحوا مشوا خالص روحوا خليهم الكل غاديك، والله انك وهاو نهار جمعة خذ أربعة كريدن شو كوتون ما عطوهمش حتى كزول كانوا مش عايطوا باش عطوهم باكو باكو، هزوا الكريدن وروحوا قال لهم نجيب لا سبيل إليه، نحب فلوسي قبل ما نتكلم، قلنا له يا خويا على الأقل عبر حاجة كح حي العلم على الأقل نشيد وطني يا سيدي، ماك أنت جبت خلاص مش خلصنا عملنا نشيد لك العلم الهز تسبب على السقي خدم كبت وروح.